طبعا من امبارح بتوع افلام عمالين على انستجرام بيبعتولي الفيديو بتاع محمد سعد وهو بيتخانق في البلاتو او في الاستوديو بتاع مسلسل الحاج اكسلانس، وشفت الفيديو فكل بتوع افلام خلاص وقفوا كده، كفايه 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 بعت عشان انتوا بعتولي كتير جدا. فانا شفت الفيديو طبعا هعلق عليه، بس هتكلم برضو في نفس الوقت على الثلاث حلقات اللي انا شفتهم من الحاج اكسلانس حتى الان، اللي انا رسميا بعد الثلاث حلقات دول اعتقد ان انا بسبب برضو السباق الرمضاني ان في مسلسلات كتيرة انا نفسي اشوفها ولغاية دلوقتي لسه ما ابتديتهاش اساسا، فانا غالبا هوقف مسلسل الحاج اكسلانس اللي هو واحد من اكتر المسلسلات اللي انا كنت متحمس لها، واحد من اكتر المسلسلات اللي كنت اتمنى ان هو يبقى واحد من احلى مسلسلات الكوميدي في الموسم ده. ايه السبب وليه كل الكلام ده؟ هنتكلم عن كل حاجة وهنتكلم عن خناقة وهنتكلم عن كل حاجة، بس قبل ما ابتدي حلقة بقى بتوع افلام يلا بينا نوصل لل 600,000 باذن الله على اخر الشهر باذن الله، وتظبطوا لي لايكات كتيرة جدا 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 وشير وسبسكرايب للشانل لو لأول مرة. طبعا عايزكم تشتركوا على انستجرام بيج وفيسبوك بيج وتدوسوا على جرس التنبيهات عشان تجيلكوا الحلقة اول باول، ويلا بينا نخش في الحلقة. اهلا وسهلا عليكم، انا احمد كمال بتاع افلام. مبدئيا كده بتوع افلام، الناس اللي كانوا كاتبين لي في الكومنتات خلال الحلقات اللي فاتت يا ابو حميد فين المداح الجزء الثالث، هو انت ليه ما بتتكلمش عنه خالص والكلام ده، هتبقى الحلقه اللي جايه ما تقلقوش بجيبها لكم من الاخر، مش هقول بقى ان انا مش قصدي. انا فعلا طلبت منكم في الحلقه بتاعت النظره المبدئيه لو في مسلسلات عجبتكم اكتبوا لي تحت في الكومنتات، لقيت المداح اتفرجت على المداح وعامل على المداح، بس موضوع بسيط خالص ما فيهوش اي مشكله تماما. ونيجي بقى دلوقتي نتكلم على مسلسل الحاج اكسلانس بعد ما شفت ثلاث حلقات. فاكرين طبعا يا بتوع افلام النظره المبدئيه لما قلت لك ان انا حاسس ان انا لما شفت الحلقه الاولى ان ولا في سيناريو ولا في اخراج ولا في اي حاجه، اللي هو محمد سعد دخل وشغل يا ابني الكاميرا ويلا انا اتكلم وارتجل واي حاجه هقولها هتضحك وكده، وده اللي حصل يا جماعه بعد ثلاث حلقات. ونفسي اقول كلمه، يعني انا الحلقه دي بقى بتكلم بقى كواحد فان لمحمد سعد، وانتوا عارفين مفيش حد يقدر يزايد عليا في الحوار ده، لان انا فعلا واحد من اكتر النجوم اللي انا بحبهم في حياتي وارتبطت بيهم جدا هو الفنان محمد سعد. ولكن يا جماعة او ولكن يا استاذ محمد سعد، ايه العبث ده؟ ايه ده يا جماعة؟ انا بحاول من كتر ما انا بحبك عمال احزق في اي حاجة عشان اضحك، اي حاجة، مواقف متكررة، نفس الافيهات، نفس طريقة الكلام، نفس طريقة كل حاجة، نفس طريقة لما بينزل من على السلم ويقع، ونفس طريقة يضرب بالقلم اي حد قدامه، او خاصة الفنان حسن عبد الفتاح او الفنانة ويزو، يفضل يضرب ويضرب ويضرب على قفاه، يضربه على بالقلم ويلا ويلا ينعل ابو اللي جايبك اتفو عليك اتفو. دي انتوا سمعتوها كم مرة؟ دماغك بجد انا مش فاهمها، من اكتر النجوم اللي عليهم علامات استفهام كبيرة جدا، أنا مش فاهمها، بجد أنا بتكلم من قلبي وبحرقة وبقهرة، أنا مش فاهمك، أنت مقتنع إن ده بيضحك؟ أنت مقتنع إن المسلسل ده هينجح؟ أو أنت أصريت إن المسلسل ده ينزل في الموسم الرمضاني عشان هتنافس بيه؟ هل محمد سعد بعد السنين دي كلها متخيل إن مثلا اللي هو بيعمله في أول ثلاث حلقات، عشان ما أقدرش برضو هرجع وأقول عشان دي برضو لازم نتعلمها، محدش يقدر يحكم على مسلسل غير لما يخلص، تمام؟ أنا بالنسبة لي هوقف عشان قلت لكم أسبابي إيه، بس في نفس الوقت يا جماعه انا مش مصدق ان انت متخيل ان ده هينجح، او انا مش متخيل ان انت هتكمل 27 حلقه كمان بالاسلوب ده. يا جماعه فين السيناريو وفين الحوار وفين الكتابه وفين اي حاجه وفين المخرج وفين الدنيا وفين مين الممثلين؟ امتى اخر نجمه او فنانه او بطوله نسائيه مثلا وقفت قدام محمد سعد ليها اسم قوي مثلا؟ يعني انتوا متخيلين البطوله النسائيه للمسلسل ده الفنانه ويزو؟ انت فاهم؟ فكروا كده معايا بتوع افلام، امتى اخر فيلم محمد سعد ناجح وكسر الدنيا اللي هو محمد سعد نزل بفيلم؟ تفتكروا ان هو نزل وكسح السوق؟ فعلا انت مش هتفتكر، وفعلا انا كفان لمحمد سعد ممكن اقول لك مثلا تتح لما نزل ممكن يكون نجح ساعتها، بس هو كان ساعتها السوق واقع اساسا، كان بعد الثوره، كانت الناس كتير ما بتروحش السينمات، وما كانش في نجوم تقال جدا بينزلوا افلام في اول سنه او سنتين بعد الثورة. قبليها ايه بقى؟ وركز بقى في نفس الكلام، مين اخر بطولة نسائية قوية كانت قدام محمد سعد؟ طيب انا ليه بسألك كده؟ عشان خلاص كلهم عرفوا دماغه ايه، كلهم عرفوا ان هو واحد يتدخل زيادة عن اللزوم، واحد بيعمل اللي ملوش فيه، واحد مقتنع بدماغه ان لا انا طريقتي لما انا اعملها كده عشان الناس حبوها والناس نجحتني وانا نجحت جدا بالاسلوب ده وبالطريقة دي وجابت مع الناس جدا، فانا لو عملت كده في اي وقت في اي حتة يبقى انا صح
وانتوا اللي غلط وانتوا مخرجين ما بتفهموش حاجه. تخيل الكلام ده اتقال، مش هقول لك ان هو اتقال رسميا من محمد سعد وكده، بس قصدي ان كان في مجرد اساسا خلافات ما بين محمد سعد وساندرا في فيلم عوكل. انت فاهم الفكره؟ يعني ان ساندرا محدش قال ان كان حصل خناقه والكلام ده، بس ان هي تعتذر عن الفيلم ده اكيد بسبب تدخلات محمد سعد الزياده. انت بتعلي على ساندرا، ده حاجه. وفيما بعد فيلم بوشكاش عمرو عرفه نفس الكلام، فده ادى الى ايه؟ ما بقاش في مخرجين كبار يحبوا يتعاملوا مع محمد سعد، فبنضطر ان احنا نشوف، مع احترامي وان شاء الله ابرام نشأت يكسر الدنيا قدام ويعمل افلام حلوه وكل حاجه وبتاع، بقى دلوقتي مخرج عمل محمد سعد الجديد ابرام نشأت، بعد ما كان اوائل اعماله كانت وائل احسان، وبعد كده كانت ساندرا عايز تعمل معاه بس طبعا حصلت مشكله، ولكن فيما بعد الدنيا عماله تتدهور، الى ان جاء شريف عرفه تاني عارف ينتشل محمد سعد في وسط اللي هو بيعمله ده وحككه وتحت الترابيزه و... ده كان كاركتر هو عاملها اللي هي حككه دي. انا هفهمكم يا جماعه، ده اللي انا فهمته من واحد فان. انا بتكلم في الحلقه دي ان انا بتكلم كواحد بحب محمد سعد جدا، فانا محروق جدا ومتضايق جدا. البني ادم الوحيد اللي محمد سعد ما يقدرش يتكلم معاه هو اكيد شريف عرفه، المخرج الكبير العظيم اللي طلع محمد سعد، وبعد محاولات طويله وسنين طويله محمد سعد كان اخرك تعرفه من فيلم الطريق الى ايلات، ولكن شخصيه الليمبي مع شريف عرفه، وشفنا شخصيه بشر بيه في الكنز. طبعا اتكلمت عن الموضوع ده مليون مره، واحد من اقوى اداءات محمد سعد، وكل ما اشوف الفيلم ده وكل ما اشوف اي مشهد ليه اقول انت ازاي تعمل كده، وبعد كده اقول ايه العبقريه، ده بوحه يا جماعه، هو ده الراجل الهيبه اللي انا قلقان منه ده. وفاكرين الاشادات، واتكلمنا هنا في الشانل واتكلمنا عن الجزء الاول والناس كلها والنقاد كلها، والله يا محمد يا سعد، قام عامل محمد حسين مع مخرج معرفش كان مين، بس هتلاقيه برضو مش مخرج تقيل، لان اكيد المخرج التقيل اللي كان عايز يعمل العمل ده اعتذر لان محمد سعد عايز يتدخل. محمد حسين حقق ايه؟ محققش ايرادات. ولكن اللي انا بقول لك اكتشفته محمد سعد، شوف اي حوار لمحمد سعد، هو عنده، هو الراجل مغرور يا جماعه، مش بقول لك مغرور ان هو يعني لو انت جيت سلمت عليه هيضربك بالقلم بقى والحركات بتاعت اللي هو بيعملها في الحاج اكسلنس، لا، هو مغرور فكريا ان هو معتقد ان هو عظيم. انا ذكي جدا، انا عارف السوق عايز ايه، انا ادرجي قوي وشعبي قوي وعارف الدنيا عايزه ايه، وده غلط، وده يثبت ان اخر عمل ليك نجح احنا مش فاكرينه، احنا بنحاول من كتر ما احنا بنحبك تعيش معانا بالافلام اللي احنا عايشين عليها. وطبعا غروره عالي جدا خلال الفتره اللي فاتت او خلال السنين اللي فاتت اللي هو كان مبتعد فيه عن الاضواء، ما بيعملش فيلم كل سنه والكلام ده، السوشيال ميديا انتشرت كتير وبقى فيه برامج كتير وبقى فيه كل الناس بتتكلم في الافلام، بقى كل الناس، ودي حاجه مشروعه واي حد ممكن يتكلم في اللي هو عايزه براحته، فلا بوستات كتيره بقى بتكلم محمد سعد وطفولتي وبتاع، اهو ده بقى يثبت ان كل الصناع غلط وانا اللي صح. شوفوا الناس عايشين على الكوميكس بتاعتي وعايشين على الافيهات بتاعتي وعايشين على الرياكشنات بتاعتي وبيحطوها في اي ميم، دي افلامك القديمه. احدث حاجه كان بوشكاش اللي هو سنه 2010، يعني بقى لنا دلوقتي 13 سنه وداخلين على نص كمان، فده معناه انك انت بقالك فتره غايب ومقتنع بدماغك ان هي صح. دماغك غلط، دماغك غلط، اللي انت بتعمله ده غلط. يعني عيب جدا محمد سعد السيناريو والحوار اللي بتاع حاج اكسلانس، ورشه كتابه اسمها بلاك هورس، مش عايزين يقولوا اساميهم ايه اساسا عشان يبعدوا عن الجريمه اللي هم عاملينها دي اساسا، لان انا متاكد، انا عايز اشوف نص للحاج اكسلانس، نص، عايز اشوف ورقه كده ان هو في سيناريو حوار. انا بقول لك اهو، انا متاكد ان محمد سعد زي ما احنا شفنا في الفيديو كده، يا يلا يا عم ابرام الشوت الثاني، ويلا يلا خش بقى، يلا رخص، يلا ينعلقوا اللي جابك. ايه يا عم؟ انت تخينه كده ليه؟ انت اكلت بني ادم وانت جايه والتنمر بقى على ويزو، ويزو بتضحك عشان محمد سعد طبعا ده كان نجم طبعا بالنسبه لها، فيا الله انا مبسوطه جدا ان انا قدام محمد سعد، فده يكفي. عبس ومسلسل عبسي، والموسيقى التصويريه صوتها عالي واعلى من الكلام، وجايبين موسيقى يوتيوب حاطينها في الباك جراوند تن 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 تن. انا مش مصدق وحياه ربنا بجد اللي هو بيعمله محمد سعد ده. وهنتكلم دلوقتي طبعا عن الواقعه اللي ناس كتيره جدا بتكلمني عليها واتكلمت عليها وبعتت لي فيديو محمد سعد وهو بيتخانق في
ست وبتاع. هتقول لي اتضايقت ولا لا؟ هقول لك اه طبعا اتضايقت. هتقول لي ان انت كنت متوقع كده؟ اقول لك اه طبعا، متخيل واحد بالعقليه دي بالدماغ دي هو بيتكلم كده اكيد وهو في الست. انا بقى اللي مضايقني ان في ناس في كومنتات اللي هو بيحب محمد سعد زياده عن اللزوم. انا واحد بحبه جدا، بس لو عمل حاجه وحشه هقول ان هي وحشه عشان انا بحبه جدا، فانا عايزه يبقى في احسن حاجه، فالمفروض اقول له لا ده غلط يا فنان مش ده الصح. ولكن بقى اللي هم لا ماليش فيه، حتى لو محمد سعد عمل ايه يقول لك ايوه الراجل خايف على شغله وايوه قلبه على الشغل. يعني حتى الكائن او البني ادمين اللي كاتبين الكومنتات دي، حتى لو انت عن قلبك على شغله كده، تهين ناس تكلمهم بالطريقه دي، تكلمهم بالاسلوب ده، بالرهبه دي، بترهبهم. حتى لو يعني حتى لو الراجل ما قالش كلمه او شتم او كل الكلام ده، حتى لو هو ما كانش قال الكلام ده، فكره انك انت تكون قاعد مرهوب كده وخايف اساسا، عيب يا جماعه، عيب يا جماعه. يا جماعه بجد انتوا متخيلين مثلا ليوناردو دي كابريو مثلا قاعد في الست، او توم هانكس يوم لو حد عايز يقول حاجة يقول، يعني اللي هو عيب جدا، عيب قوي قوي قوي. ويوم ما حصلت، عشان في ناس ممكن تقول طب ما توم كروز زعق في الناس، كان عامة ميشن امبوسيبل اللي هو هينزل في شهر 7 اللي جاي ده، لأن هو في أيام الكورونا، وفي فترة الكورونا الطاقم العمل، وكان في ساعتها بقى الناس كلها بتموت، وكانوا في إيطاليا كمان ساعتها. أنتوا فاكرين الجثث كانت قد إيه والناس بتموت قد إيه؟ طاقم العمل الموجودين كرو كان في ناس من غير ماسكات، فهو زعق يا جماعة أنتوا كده بتقتلونا وهتقتلوا الناس وهتقتلوا ليكوا وتعملوا بتاع عيب ولازم تلبسوا الماسكات وبتاع، وعلى صوت الدنيا اتقلبت. ماشي اوكي، خايف عليهم وخايف علينا وده الصح، انت ازاي تكلم الناس كده؟ وللاسف الثقافه عندنا ان في ناس عندهم ثقافه اللي هو اه عادي يشد ويرخي ويشد، المهم يشد شد ويرخي. هو احنا في علاقه يا جماعه؟ وانا برود اسد ولا حصان؟ ايه يا جدعان ده؟ اتعامل مع اي بني ادم ايا كان ايه ان هو ده بني ادم يا جدعان، ايا كان ايه، كعامل اي حد في الدنيا باحترام، اي حد في الدنيا فوق راسك، ده الادب وده المفروض يتعمل. حتى لو ايه، حتى لو انت مزنوق، ولو انت مزنوق انت بتجيبها عليهم هم. يعني انت بتعمل مسلسلك ليه ما اشتغلتش بدري؟ حضرتك ورشه بلاك هورس واستاذ ابراء، لا ما هو كان قبليها مخرج كان عايز يعمل حاجه اكيد، وطبعا لا محمد سعد مش عاجبه الموضوع، ليه ما صورتوش بدري عشان تخلصوا بدري؟ وان انتوا بتصوروا دلوقتي في رمضان في وقت صيام وبتعملوا ده، وايه واحد هيجي دلوقتي يقول لي على فكره يا ابو حميد محمد سعد متصدر ترند تويتر رقم واحد؟ ده اكبر دليل يثبت لك ان الترندات والسوشيال ميديا دي اي كلام في اي عبث في اي حاجه. اكتب وهري وقول اللي انت عايزه. الشارع بيقول ايه؟ حد من اهلك، من صحابك، من ناسك، من قرايبك، من اي حد شاف المسلسل؟ هل انت شايف ان المسلسل فعلا ده بقيمه محمد سعد؟ هل المسلسل ده هو عوده محمد سعد؟ هل محمد سعد كان متخيل ان المسلسل ده هيبقى حلو؟ هل محمد سعد متخيل ان الناس هتقول يا الهي الله واكبر على الضحك اللي هو بيقدمه؟ هو واقف عند حقبه معينه هو مش عارف يعديها، مش راضي يعديها، الضحك ده مش عارف يعديه. يعني ما شفتش بالطو؟ ما شفتش الحاجات دي؟ ما جالكش غيره فنيه كده مثلا بدون دعايه بدون كلام؟ عموما يا بتوع افلام، انا فعلا متضايق وعايز اقول حاجه ممكن تكون صعبه شويه، بس انا فقدت الامل في محمد سعد. يعني انا بقول اهو، ممكن عشان انا اكون متعصب شويه، ممكن عشان انا اكون متضايق جدا على الفنان اللي انا حبيته من وانا صغير وبحبه جدا، وعارف ان لو ما ينزل عمل جديد ايا كان ايه هروح اتفرج عليه، لان الراجل ده ارتبطت بيه جدا بطفولتي بكل حاجه، وفعلا الفيديو ده انا بعمله بسبب حبي لهذا الرجل. ولكن لازم يفهم ان انت غلط، انت مش صح. وليه بقول لك غرورك وصلك لكده؟ لانه اخذ الحاجات بتاعت السوشيال ميديا اللي هي البوستات بتاعت محمد سعد وفين والراجل ده هو انجح واحد ايه والراجل ده والذكريات والكلام ده، اخدها بفكره ان انا حتى لو عملت ايه برضو الناس هتتفرج عليا. ولكن ده ما حصلش، وفي الاول في الاخر الحلقه دي كلها وجهه نظري انا الشخصيه، اهم حاجه وجهه نظرك انت. ولكن مثلا عندك مثال تاني زي الفنان الجميل احمد عيد، اخذ البوستات اللي كانت نزلت في انتشار السوشيال ميديا، الراجل ده مظلوم، الراجل ده فين، الراجل ده بيقدم حاجات كويسه، الراجل ده بيعمل ايه، اما قدم دور مختلف جديد في عمل هو مش بطل بتاعه اساسا، البطله هي نيلي كريم، ولكن تحدى ان هو قام بشخصيه جديده بدور جديد مختلف تماما على احمد عيد، صعيدي وقايم بدور شرير كمان. ففرق عقليات بقى، وده اللي انا اقدر اقوله. وبس يا بتوع افلام، اهم حاجه رايكم تحت في الكومنتات، هل شفت مسلسل حاجة اكسلانس؟ هل بتحبه؟ هل عجبك عموما؟ عشان احب اسمع راي بتوع افلام جدا اللي عجبهم المسلسل عموما، او اي حد من المشاهدين عموما، اسيبوا لي رايكم تحت في الكومنتات وقولوا لي امتى محمد سعد هيفوق. انا بالنسبه لي يعني انا بقول لك انا فقدت الامل، ممكن الحق امل بصيص من الامل ان هو يرجع لو عمل الفيلم اللي انا نفسي اشوفه، اللي هو من اخراج ساندرا نشأت ويحيى الفخراني ومحمد سعد، اللي هو اخر اعمال المؤلفه الاسطوره وحيد حامد.
تحس اللي هو محمد سعد ابتدى يفوق لنفسه بقى شويه، ولكن انا فاقد الامل فيه حتى الان الصراحه. وبس بتوع افلام ده اللي اقدر اقول لكم في اخر حلقه، واتمنى في نهايه الحلقه بتوع افلام اتمنى من كل قلبي تسيبوا لي رايكم بتاعتكم في الكومنتات وارد عليكم زي ما احنا متعودين على طول، وفي نهايه الحلقه تظبطوا لي لايكات كتير جدا 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 جدا، وطبعا اتمنى تشير الحلقه دي في كل حته لو عجبتك طبعا، وطبعا عايزكم تشتركوا على انستغرام بيج وفيسبوك بيج، دوسوا على جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقه اول باول، واحلى مسا عليكم.